السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، ونشرة أخبار رياضية جديدة على قناة النادي الأهلي. خلاص النادي الأهلي بيستعد للمباراة القادمة في بطولة أفريقيا إن شاء الله أمام فريق تاونشيب، هتكون في بوتسوانا، مباراة مهمة جدا جدا، هتبقى يوم السبت إن شاء الله. النادي الأهلي ربنا يوفقه ويقدر ويستطيع أن يفوز بثلاث نقاط مهمة جدا علشان يبقى يعني يبدا يحط رجل في دور الثمانيه للبطوله. طبعا بطوله صعبه جدا، ودايما زي ما احنا متعودين وشايفين النادي الاهلي دايما لما بيكون الامر صعب عليه في الاول بينتهي بنصر كبير ان شاء الله، فنتمنى ان ده يحصل مع النادي الاهلي في قياده او مع قياده فنيه جديده مع مستر كارتيرون بجهاز فني على اعلى مستوى كلهم من اولاد النادي الاهلي والقادرين على الصعود بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية ومن ثم طبعا إلى دور قبل النهائي والمباراة النهائية. طبعا بطولة صعبة جدا وكل مدى بتزداد صعوبة مع قوة الأندية المشاركة في البطولة. النادي الأهلي هنتكلم أيضا كمان بالتفاصيل على مران النادي الأهلي وأن هو خلاص بيستعد، والنادي الأهلي كلها ساعات وهيتوجه إلى مطار القاهرة علشان يقلع إلى بوتسوانا، ومن ثم بقى إن شاء الله الاستعداد إلى المباراة المهمة. النادي الأهلي مش معنى إن هو كسب 3-0 هنا في القاهرة يبقى المباراة سهلة، بالعكس إحنا عارفين الأجواء الأفريقية، عارفين إن بوتسوانا الضغط الجمهوري الموجود، الحكام اللي موجودة، إحنا عارفين دايماً إن الحكام الأفريقية ممكن تتأثر بعض الشيء بالجمهور، فبالتالي النادي الأهلي هيبقى عنده هدف محدد وهدف معين وهو البداية بالضغط الكبير على فريق تاونشيب، وايضا احراز هدف في اسرع وقت ممكن، وبالتالي التعزيز يعني هدف ثم إن ازاي يحافظ على الهدف النادي ان شاء الله يحرزه، ومن ثم ازاي يحرز هدف ثاني ويعزز موقفه علشان يستريح في المباراه، ما يكونش ضغط 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 عليه، وبالتالي احنا عارفين ان الضغط يولد اخطاء، وبالتالي مش عايزين اي ان شاء الله هدف يدخل مرمى النادي الاهلي، لو دخل هدف فيك هيبقى الموضوع صعب، ان شاء الله قادر ان انت تعوض، لكن من الاول طول ما انت المباراه 0-0 ومرماك خالي من الاهداف هتقدر ان انت في اي وقت تجيب هدف. اتكلمنا قبل كده ان مستر كارتيرون مهتم جدا بالجانب البدني وهو شق مهم جدا جدا للاهلي في مباراتهم الافريقيه، وايضا بالجانب الفني ونوقف التمرين اكتر من مره خلال الايام الماضيه، ان هو حابب يحفظ اللعيبه الشغل بالظبط اللي نفذوه داخل الملعب. طبعا ما فيش حاجه اسمها تحفيظ، لكن اللاعب فيه ليه جزء ابداعي، لكن بنتكلم على الشغل اللي المدير الفني حابب ان فريقه يبدا ان هو ينفذه، الجانب الفني ان هو يكون موجود معاه ان شاء الله في مباراه يوم السبت. طبعا النهارده الكابتن الخطيب كان موجود في فرع الاهلي مدينه نصر وكان حريص على عده اجتماعات، اجتماع مع قطاع الناشئين طبعا واجتماع مع النشاط الرياضي، وبالتالي كابتن خطيب مش بس مهتم بقطاع الناشئين او بقطاع كرة القدم، لا ده مهتم بقطاع كرة القدم وايضا بالالعاب الاخرى كلها، جمع كل الاجهزة الفنية والادارية للالعاب الاخرى زي كرة الطايرة وكرة السلة وكرة اليد، مع طبعا مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر، واتكلم معاهم في اكيد كلام مهم جدا جدا هنعرفه من خلال زميلي اللي كان موجود في الاجتماع في فرع مدينة نصر امير هشام، علشان يطلعنا على كل جديد او كل ما حصل في اجتماع اليوم. يا امير برحب بيك. تحياتي ليك يا عمر وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا كنا بنتكلم على الاجتماع الخاص كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، اجتمع مع قطاع الناشئين، كان اكيد كل الاعضاء وكل المدربين كانوا حريصين على التواجد، عايز اعرف بقى اهم الكلام اللي دار في الجلسه من خلال وجود الكابتن خطيب. طيب خليني يا عمر اقول لك البرنامج الخاص بالكابتن محمود الخطيب النهارده بالتحديد في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، يمكن الكابتن محمود الخطيب وصل في تمام الساعه 12 ظهرا فور وصوله، توجه لقطاع الناشئين والمقر الخاص بهم داخل فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، واجتمع طبعا مع كل الاجهزه الفنيه المتواجده في قطاع الناشئين بجانب طبعا كابتن فتحي مبروك مدير القطاع، كابتن هاني رمزي المساعد الفني مدير قطاع الناشئين، كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، كابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع الكره. كل الاجتماع ده كان في تواجد كل هذه الشخصيات اللي انا قلت لك عليها بجانب طبعا الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين، وكان اجتماع هام جدا استمر حوالي ساعه بالتحديد او ساعه وربع، واتكلم فيها كابتن محمود الخطيب
على الاستراتيجية الخاصة بالنادي، واللي أكيد كل الأجهزة الفنية مدركاها بشكل كبير أو مدركة بشكل كبير جدا الاستراتيجية والأهداف الأساسية بالنسبة للنادي وبالنسبة لقطاع الناشئين. كابتن محمود الخطيب ركز على أن الأجيال بتسلم بعض سواء كمدربين أو كلاعبين، وأهمية الاستفادة من القطاع خلال الفترة المقبلة للفريق الأول ده شيء مهم جدا وأحد المحاور الرئيسية اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب مع كل الحضور، وأكد عليهم على أن الهدف الأسمى ومش بس أن احنا في قطاع الناشئين نحقق بطولات، لا، قطاع الناشئين مليء بالبطولات زيه زي الفريق الأول، لكن الهدف الأسمى هو إمداد وتطعيم الفريق الأول باللاعبين الجيدين من القطاع علشان يكونوا إضافة بشكل كبير جدا للمراحل المختلفة المقبلة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. أهمية التركيز، أهمية تحقيق الأهداف المطلوبة، أهمية طبعا أو الجزئية اللي ركز عليها جدا كابتن محمود الخطيب دايما وهي الأخلاق والثقافة بالنسبة للاعب النادي الأهلي في قطاع الناشئين. زي احنا عارفين يا عمر الثقافة دلوقتي طبعا شيء مهم جدا جدا بالنسبة للاعبين الناشئين عشان بتفيدهم في المراحل العمرية الكبيرة إن شاء الله وتصعيدهم للفريق الأول. كل دي محاور رئيسية وهامة جدا اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب. أمير أنا عايز بس أقطع كلامك قبل ما تكمل بقية الكلام. طبعا دي مش الزيارة الأولى للكابتن خطيب مع قطاع الناشئين، وبالتالي زي ما أنت قلت فيه دور كابتن خطيب عايز يوصله لقطاع الناشئين ان الاجيال بتسلم بعض، وان هدف النادي الاهلي هو تطعيم الفريق الاول والمنتخبات بلاعيبه من قطاع النادي الاهلي. بالضبط، دي حقيقه، وده دايما او دي من ضمن الاجتماعات اللي ممكن كابتن محمود الخطيب اكيد هيعقدها دايما، وهيكون في متابعه كبيره جدا بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو احد المنابع الرئيسيه بالنسبه للفريق الاول وهيتم التركيز عليه بشكل كبير جدا. وعندنا امثله كبيره جدا يا عمر، وانت اكيد عارف لعيبه كتير متواجدين في الفريق الاول دلوقتي من قطاع الناشئين، ابرزهم حسام عاشور، شريف اكرامي، محمد الشناوي، لعيبه كتير جدا جدا من طوابع الاساسي بالنسبه للفريق الاول. فبالتالي ده كان شيء مهم واجتماع مهم جدا من قبل كابتن محمود الخطيب، واللي اكيد عارف اهميه قطاع الناشئين خلال الفترات المقبله. ده الاجتماع الاول بالنسبه للكابتن النهارده من خلال تواجده في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. بعدين مباشره كان في اجتماع خاص بالنشاط الرياضي والاجهزه الفنيه المتواجده في النشاط الرياضي المختلف الالعاب، في تواجد الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اجتماع ايضا استمر حوالي ساعة ونصف، وطبعا كابتن محمود الخطيب اتكلم في نفس الأهداف ونفس الأشياء الخاصة بالنشاط الرياضي وأهمية تحقيق البطولات زي ما احنا متعودين، وأهمية إسعاد كل جمهور النادي الأهلي، وأهمية الاجتهاد والشغل بجد وتركيز خلال الفترة المقبلة. وكان اجتماع أكيد أيضا هام جدا بالنسبة للكابتن محمود الخطيب مع كابتن رؤوف عبد القادر وأيضا كل الأجهزة الفنية الخاصة بالنشاط الرياضي ومختلف الألعاب. بعدها مباشرة كابتن محمود الخطيب توجه للبوابة الخلفية لمقر النادي الأهلي في مدينة نصر للإطمئنان على التطورات والإنشاءات في تواجد المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي. ده يا أمير الجزء الخاص ببرنامج عائلة الأهلي اللي هي الخاصة بتطوير النادي الأهلي، صح كده؟ بالظبط، تمام كده، زي ما وعد كابتن محمود. مظبوط مظبوط. الانتخابات وتنفيذ برنامج عائلة النادي الأهلي أكيد ده كان شيء مهم جدا. التطورات خلاص ابتدت في سواء في مقر النادي الأهلي في الجزيرة زي ما أنت بتشوف أو إحنا بنشوف إحنا ماشيين، البوابة الرئيسية ابتدى العمل فيها وابتدى تطويرها. أيضا البوابة النهاردة الخلفية لمقر النادي الأهلي في مدينة نصر، الكابتن محمود الخطيب راح بنفسه وشاف كل الأعمال الإنشائية وكل التطورات اللي بتحصل خلال الفترة الحالية في تواجد المستشار الهندسي للنادي الأهلي المهندس سامح علي كامل، ويمكن اطلع بشكل جيد جدا واطمن كمان على الاعمال وتطورها خلال المرحله الحاليه. بعدها مباشره الكابتن محمود الخطيب انتهى من زيارته في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر وتوجه لمقر النادي في الجزيره علشان يتابع المران الاخير للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قبل سفره ان شاء الله فجر الثلاثاء لبوتسوانا عشان يؤدي مباراة الهامة جدا امام فريق تاونشيب البوتسواني، مباراة اكيد غاية في الاهمية، واكيد زيارته للفريق اكيد هتكون مهمة جدا ودافع معنوي كبير بالنسبة للنادي الاهلي قبل هذه المباراة. امير بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وطبعا يعني كالعادة بتفيد كل المشاهدين بالمعلومات اللي بنحتاجها في مداخلاتنا معاك. زي ما احنا قلنا كابتن خطيب عمل
ثلاث حاجات النهارده. اول حاجه اجتماعه بقطاع الناشئين وبفريق، يعني اعتقد ان وجود كل مدربين قطاع الناشئين مش في اول مره اجتماعهم مع كابتن خطيب، تقريبا رابع مره كابتن خطيب يقعد معاهم، دي اكيد رساله قويه جدا. النادي الاهلي دايما بيعتمد على لعيبته اللي موجوده من قطاع الناشئين، ولو بصينا على الدوري ممتاز هنلاقي ان في كل فريق موجود على الاقل لاعب اصله من قطاع ناشئين النادي الاهلي. طبعا بعديها واجتماعه مع الالعاب الاخرى، وده يدل مش بس ان الكابتن خطيب مهتم فقط بالجانب كره القدم، لا ده كمان بكل الالعاب الاخرى، كل ما يمثل النادي الاهلي هو اهتمام كابتن محمود الخطيب. كمان زي ما احنا قلنا عائله النادي الاهلي والبرنامج اللي ان شاء الله هيتمموه او ان شاء الله هينجزوا فيه في اسرع وقت ممكن، هو الاهتمام بالمنشات. سمعنا من امير ان كابتن خطيب كان موجود للبوابه الخلفيه للنادي الاهلي مدينه نصر علشان يتفقد اعمال الانشائيه اللي خاصه بسور النادي الاهلي، وان شاء الله يكون في دايما الجديد ان شاء الله. اكيد في خطه استثماريه خاصه ببرنامج عائله الاهلي للاستفاده اللي هتعود على النادي الاهلي ان شاء الله بالنفع. هنروح للنادي الاهلي والفريق الاول واستعداداته لمباراه تاونشيب ان شاء الله القادمه اللي هتكون يوم السبت، وان مستر كارتيرون بيعلن القائمه النادي الاهلي لمواجهه تاونشيب البوتسواني، واعلن عن 24 لاعب هيتم اصطحابهم معاه في الرحله اللي ان شاء الله هتكون زي ما احنا قلنا بالليل او فجر الثلاثاء. وبالتالي القائمه ضمت كل من شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لحراسه المرمى، واحمد فتحي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وسليف كوليبالي وايمن اشرف وعلي معلول وصبري رحيل وحسام عاشور وعمر السلية وهشام محمد وكريم ندفد واحمد حمدي واسلام محارب ووليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو. زي ما احنا سمعنا القائمة بسم الله ما شاء الله كلها لعيبة تقيلة، لعيبة على أعلى مستوى، إن شاء الله ربنا يبعد عنهم شر الإصابات ويقدروا إن هم يكملوا ويخرجوا من تدريب النهاردة إن شاء الله سلام بدون أي إصابات بدون أي تدخلات عنيفة إن شاء الله، وبالتالي هيسافروا في أمان الله وحفظه إلى بوتسوانا علشان يكملوا المشوار الافريقي الخاص بالنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين ان دايما بطوله افريقيا المحببه لبطوله افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي واللعيبه يقدروا يرجعوا منصورين بثلاث نقاط ومكملين لسه مع النادي الاهلي، وان الاهلي يبقى يخوض مرانه الاخير النهارده وشغال دلوقتي بالقاهره قبل رحلته وسفره الى بوتسوانا. وطيب وطبعا هيدينا يعني معانا اكتر عشان يقول لنا التفاصيل الخاصه بالتدريبات واخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي موجود حاليا في مقر الاهلي بالجزيره. كريم برحب بيك. بيك يا زميلي عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يعني يا كريم اكيد انت موجود حاليا في النادي الاهلي واخر الاستعدادات الخاصه بالفريق الاول وقبل سفره الى بوتسوانا، كلمني عن اخر الاخبار اللي موجوده في التدريبات وخلاص القائمه تم اعلانها، لكن الاستعدادات للسفر امتى الفريق هيتوجه الى المطار وهيسافر الساعه كام وهيوصل بوتسوانا الساعه كام واخر الاستعدادات اللي انت عارفها؟ يمكن طبعا في البدايه كالعاده بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني والنادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي كما شفنا وشاهدنا في المباراه الاولى، الاصرار والعزيمه والجديه اللي احنا شفناها على لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بنتمنى ان هي تكون متواجده في بوتسوانا والظروف ان شاء الله تكون مساعده النادي الاهلي. يمكن ابدا معاك، التدريب كان محدد لي في الساعه 6 مساء لكن نظرا للسفر تم تعديل المباراه ليبدا في الساعه 7 مساء. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده عقب انتهاء المران، النهارده المران لسه بادئ يمكن زميلي عمر دلوقتي يمكن من 5 دقائق ومن 10 دقائق، لكن قبل المران النهارده كانت في محاضره فنيه هامه جدا لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني وكابتن محمد يوسف، كانت داخل غرفه خلع الملابس. النهارده كان محاضره استغرقت 25 دقيقه، كان فيها بعض لقطات الفيديو لفريق تاونشيب بطل بوتسوانا، مراكز القوه والضعف، مباراه النادي الاهلي الاخيره امام تاونشيب. اتكلم بشكل كبير جدا مستر باتريس على تصحيح الاخطاء، لابد من التركيز الكبير جدا في هذه المباراه، هيكون في جمهور متواجد في بوتسوانا لوزر طبعا بطل بوتسوانا، كل الامور دي احنا متعودين عليها كنادي الاهلي وانتم لعيبه كبار متعودين عليها، مباراه غايه في الاهميه، عايزين نصحح المسار بشكل صحيح وسليم زي ما صححناه في المباراه الاولى. كانت اكيد محاضره تحفيزيه كبيره جدا باتريس.
على الرحله. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده هيكون في 60 دقيقه تدريب فقط لغير، من بعدها يكون في تناول لوجبه عشاء هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ثم التوجه الى مطار القاهره. يعني هيكون متواجد النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي في تمام الساعه العاشره 10:30 في مطار القاهره، هيتوجهوا الى اثيوبيا عبر الخطوط الاثيوبيه، طبعا مقر الطيران الاول الى اثيوبيا، رحله تستغرق من 4 ساعات الى 4 ساعات ونص، ومن بعدها ترانزيت في مطار اثيوبيا لمده 1:30، ثم التوجه من جديد على الخطوط الاثيوبيه الى بوتسوانا، رحله ايضا كمان تستغرق من 3 ساعات الى 3 ساعات ونص، رحله شاقه شويه لكن بنتمنى ان شاء الله تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. الاجهاد اللي بيسببه طبعا السفر اكيد الجهاز الفني بقياده مستر باتريس الكابتن محمد يوسف، هيكون في بعض التدريبات الريكفري بعد الاستشفاء ان شاء الله في حاله الوصول باذن الله الى بوتسوانا، لكن عايز اطمنك بشكل كبير الاداء هنا بالنسبه للتدريبات اللي احنا شايفينها مع الكابتن محمد يوسف ومستر باتريس في جديه وحماس زي ما ذكرنا فيها المباراه الاولى، في تركيز شديد جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، وزي ما بنقول يا عمر ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي ويعود من جديد ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي. كريم، هل كل اللاعبين في حاله بدنيه جيده، في حاله فنيه جيده، حتى الاصابات مفيش اي حاجه ان شاء الله، والنادي الاهلي هيسافر بكامل قواه البدنيه اللي موجوده في لعبته؟ يمكن زي ما انت ذكرت الامور يمكن كلها ان شاء الله بتصب في مصلحه النادي الاهلي، بنتمنى زي ما انت ذكرت زميلي عمر النهارده حتى نهايه المران كمان ما يبقاش في اي احتكاكات اي اصابات اي كرامبات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كل لعيب متواجد في القائمه النادي الاهلي محتاجه في هذه المباراه. لكن اللي انا مش شايفه حتى هذه اللحظه في التدريبات احمد حمودي، يمكن لسه مش شايفه حتى هذه اللحظه في التدريبات، لكن كل اللعيبه متواجده. احمد فتحي كمان يمكن شايفه لابس فلات مش هيتدرب مع الفريق، هنسال برضه دلوقتي احنا متواجدين داخل الملعب ده في ملعب مختار السيتش، لكن بشكل عام الامور كلها ماشيه بشكل طيب، الامور كلها ان شاء الله بتصب في مصلحه النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله الاجهاد والاصابات تبعد عن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الدقائق القادمه. كريم، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وطبعا يعني كل المعلومات اللي كنا محتاجينها منك اكيد قلتها معانا، والخاصه بمران النادي الاهلي قبل سفره الى بوتسوانا، وان شاء الله كل التوفيق تاني للفريق الاول بالنادي الاهلي في رحلته الصعبه وفي مواجهه مهمه جدا جدا وحاسمه في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه امام تاونشيب رولرز البوتسواني. يعني هنروح من اخبار الفريق الاول الى اخبار وتصريحات مع الكابتن محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف صرح أكثر من تصريح خاص بالنادي الأهلي عن كذا موضوع، وبالتالي هنبدأ مع حضراتكم في أول تصريح اتكلم عليه، وهو الأمور الفنية أو أهمية مباراة فريق تاونشيب، واتكلم وقال أن نقاط مباراة تاونشيب أكيد مهمة جدا في مشوار صعود النادي الأهلي، وده أمر طبيعي جدا. كابتن محمد يوسف هو المدرب العام للنادي الأهلي وأيضا هو القائم بأعمال مدير الكرة، وقال إن المباراة مهمة جدا وصعبة، صعبة أكيد من الناحية الفنية والناحية البدنية. تاونشيب رولرز بيشارك في بطولة أفريقيا، ممكن ما يكونش مرشح لكن طبيعي جدا على ملعبه بيحاول ان هو يؤدي اداء مشرف، بيحاول ان هو يكون ليه تواجد علشان يبني عليه في البطوله القادمه، فبالتالي النادي الاهلي محتاج ان هو يتعامل مع الجانب البدني، محتاج ان هو يتعامل مع الجانب الفني بشكل زي ما الاهلي معودنا عليه في بطولاته الصعبه والمباريات الصعبه اللي بتقام في بطولات افريقيا او في بطوله الدوري العام. وطبعا 3 نقاط مهمين جدا مع 4 نقاط النادي الاهلي عنده في البطوله، يبقى عنده 7 نقاط هتقربوا اكتر من دور الثمانيه. الترجي التونسي عنده مباراه كامبالا سيتي، في كامبالا سيتي تعادل يعني المباراه تخرج بنتيجه، طبعا الترجي كسب المباراه الاولى بعد ما كامبالا كان متقدم ومتفوق عليه، لكن الترجي بيعود ليحصد 3 نقاط وبيفوز بالمباراه علشان يبقى عنده 7 نقاط. الترجي عنده فرصه ان هو يحسم الامور بدري بدري، فبالتالي لو تم الترجي اي حقق اي نتيجه ايجابيه وكمان الاهلي حقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله يبقى الموضوع اتحسن بنسبه 70-80% الصعود للاهلي للترجي التونسي وللنادي الاهلي ان شاء الله، وبالتالي كل التوفيق ايضا للنادي الاهلي. كمان الكابتن محمد يوسف وضح كان بيتكلم في موضوع مهم جدا وهو القائمه المحليه والقائمه الافريقيه، عشان بس نشرح لحضراتكم الوضع. النادي الاهلي القائمه المحليه هيقفل او هتتقفل القائمه يوم 30 يوليو من الشهر الجاري. القائمه الافريقيه النادي الاهلي لسه عنده مكانين ما قيدش فيهم اي حد، لكن هتقفل القائمه الافريقيه يوم 4/8 يعني بعد اول مباراه للنادي الاهلي في بطوله الدوري المصري. السؤال كان لكابتن محمد يوسف، هل النادي الاهلي بيفكر في ابرام بعض الصفقات ولا انتوا قفلتوا
باب التعاقد مع بعض اللعيبه اللي هتبقى موجوده في قائمه النادي الاهلي المحليه والافريقيه. نفس الوقت ايضا سؤاله على القائمه الافريقيه، هل هيتم تأييد بعض اللعيبه قبل مباراه تاونشيب رولرز؟ طبعا او تاونشيب، احنا عارفين ان النادي الاهلي ليه حق التأييد لحد ما الباب يقفل، وبالتالي كان رد كابتن محمد يوسف ان النادي الاهلي لسه عنده وقت لاغلاق القائمه المحليه، وبالتالي كل شيء وارد، ممكن النادي الاهلي يكون او يتعاقد مع اي لاعب على حسب احتياجات الفريق الاول والمدير الفني. وايضا على القائمه الافريقيه قال لسه عندنا وقت، وبالتالي ممكن لاعب يتم التعاقد معاه يتم تأييده في القائمه الافريقيه، فاحنا عندنا وقت، لكن احنا كل تركيزنا دلوقتي حاليا منصب في المباراه القادمه اللي هي هتكون يوم السبت ان شاء الله يوم 28 يوليو، يعني هيكون لسه فاضل يومين على انتهاء القيد المحلي، وهيكون ناقص تقريبا حوالي بعد القائمه المحليه حوالي 4-5 ايام على انتهاء القيد الافريقي، وبالتالي لسه كل الامور وارده داخل الفريق الاول للنادي الاهلي من حيث التعاقد المحلي والقيد الافريقي. ونفكر حضراتكم تاني، النادي الاهلي ليه مكانين جوه القائمه الافريقيه لو حابب يستعين باي لاعب موجود. والخبر اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده وهنرجع نتكلم فيه من جانب النادي الاهلي، هو لجنه الكره تحسم مصير المشاركه في السوبر المصري السعودي. قلنا مع حضراتكم قبل كده هنا في قناه الاهلي في النشره الرياضيه ان كان في اجتماع لمسؤولي اتحاد كره القدم مع الجانب السعودي لبحث المواعيد لاقامه السوبر المحلي، طبعا السوبر السعودي المصري السعودي ما بين بطلي الدوري وبطلي الكاس، الاهلي والهلال والزمالك والاتحاد، وبالتالي لسه مش عارفين ايه القرار اللي اتاخد من قبل اتحاد الكوره. سمعنا ان بعض الاخبار قالت ان ممكن المباراه تكون يوم 8 نوفمبر، لكن النادي الاهلي لسه ما حسمش الامر. احنا بنتكلم على جانب النادي الاهلي لسه بيشوف ايه الامور اللي متعلقه بالتاريخ ده، هل هو يتعارض مع تاريخ اخر، هل هو يتعارض مع بعض الامور اللي خاصه بترتيبات الفريق بمباريات افريقيا. ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يكتب له الوصول والصعود الى ابعد مدى وابعد نقطه موجوده في دوري ابطال افريقيا. بالتالي لسه مش عارفين، النادي الاهلي لم يحسم بعد موقفه من المشاركه في السوبر المصري السعودي ما بين النادي الاهلي المصري ونادي الهلال السعودي، وبالتالي لسه الامور على ترابيزه النادي الاهلي ولم يتم الحسم بعد في الموضوع. اما الخبر اللي بعد كده وانه الاهلي يحدد مصير باكاماني مع الفريق، عارفين طبعا ان باكاماني واحد من اللعيبه الافريقيه اللي موجوده في النادي الاهلي، لاعب اكيد طبعا مميز، لكنه في الفتره الاخيره تلقى بعض العروض، مقيد في القائمه الافريقيه، ولاعب اكيد طبعا كان بيتم الاعتماد عليه، لكن حاليا لسه الفريق جهاز كره القدم والجهاز الفني بيدرسوا موقف اللاعب ان هو هل الفتره اللي جايه هيتم الاستعانه بيه او هيتم الاستغناء عنه، ده نظرا للعروض المقدمه للاعب، وان مش هيتم الكلام في الموضوع بغير بعد انتهاء المباراه القادمه وهي مباراه يوم السبت. زي ما احنا قلنا مفيش صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي تاونشيب رولرز، مفيش اي كلام في اي تفاصيل خاص باستقرار الفريق الاول غير بعد المباراه القادمه والحسم ان شاء الله بكل ايجابيه والعوده بالثلاث نقاط. باكاماني طبعا مقيد لكنه مش متواجد مع الفريق في الرحلة أو مع رحلته إلى بوتسوانا، وبالتالي هو هيفضل موجود هنا وهيتدرب مع اللعيبة اللي مش مقيدة في القائمة الأفريقية مع طبعا الجهاز الفني أو بعض أو هنقول مع حسين عبد الدايم مساعد مستر ليندمان اللي هنتكلم عليه في الخبر القادم. طبعا رامي ربيعة لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي وأحد الركائز القوية اللي بيعتمد عليها منتخب مصر والنادي الأهلي بيعود من ألمانيا بعد الإطمئنان على تعافيه التام من الإصابة في العضلة الضمة. رامي يعني محسود ودايما بيحصل له إصابات كتيرة جدا، فإن شاء الله ربنا يحفظه من شر الإصابات. دايما العدو الأول للاعب كرة القدم هي الإصابات، وبالتالي إن شاء الله رامي ربنا يرجعه بالسلامة ويطمئن على رجليه مرة واثنين وثلاثة ويعمل تأهيل قوي ويعمل إعداد أقوى
ويقدر يعود من جديد لمكانه في النادي الاهلي، لاعب من اللعيبه المميزه اللي ملهاش حظ، اللي غاب عن بطوله كاس العالم بسبب الاصابه بعد ما ساهم بشكل كبير جدا في دفاع منتخب مصر للصعود للمونديال، لكن شاء ربنا انه ما يكونش موجود في البطوله. وكمان مع النادي الاهلي بيغيب مع النادي الاهلي لمباريات عديده جدا وبطولات كثيره جدا، لكن ان شاء الله هو بيعود من المانيا علشان يعني خلاص بيطمئن انه تعافى تماما وانه جاهز للتمرينات والتدريبات البدنيه التاهيليه، وان شاء الله يعمل فتره اعداد قويه جدا وانه يكون قادر على يعني انه يخش مع النادي الاهلي في دور الثمانيه لو ربنا كتب له الشفاء ان هو يكون موجود ويتم قيده اكيد، ويقدر ان هو يقدم مستوى مميز. وكمان في الدوري اكيد طبعا مش هيلحق بدايات الدوري العام، اول مباراه تكون 2/8 امام نادي الاسماعيلي، لكن ان شاء الله يقدر ان هو يكمل بعد كده في المباريات القويه والقادمه للنادي الاهلي. زي ما قلت رامي ربيعه واحد من الاعمده الاساسيه والرئيسيه في دفاعات النادي الاهلي، ومش بس في الاهلي كمان في منتخب مصر، وان شاء الله ربنا يبعد عنه شر الاصابات ويتالق ويعود لينا من جديد. وحسين عبد الدايم يقود تدريبات الغائبين عن رحله بوتسوانا. حسين عبد الدايم واحد من المدربين اكيد المتواجدين في الطاقم الجديد للنادي الاهلي، وهو مساعد مستر ليندمان المسؤول عن التاهيل البدني الخاص بلاعبي الفريق الاول، وبالتالي حسين مش هيسافر مع الفريق وهيتواجد هنا بالقاهره علشان يتم تدريبات للعيبه الغايبه عن الرحله. طبعا شيء مهم جدا ان اللعيبه اللي تكون موجوده تاخد نفس الجرعات البدنيه اللي لعيبه الاهلي اللي موجوده في بوتسوانا هيتم التدريب عليها علشان ما يكونش في فارق في المستوى البدني. احنا عارفين النادي الاهلي دايما كله فريق واحد مجموعه واحده، هتشيل اي لاعب تحط لاعب مكانه هيأدي بنفس المستوى وبنفس الكفاءه، وده اللي بيميز النادي الاهلي ان كله بيعمل في منظومه واحده. طبعا بما ان احنا بنتكلم على المصابين وبنتكلم على الغائبين عن رحله بوتسوانا، باسم علي جاهز طبيا للمشاركه في المباريات. باسم كان عنده اصابه صعبه، يمكن اللي لاعب كره قدم وعارف اصابات جزع في الرباط الداخلي للركبه، يمكن اصابه متعبه جدا، اصابه شاقه جدا، يعني بتبقى موجوده في مكان في الركبه من داخل الركبه، وبالتالي بتبقى عائق للاعبي كره القدم ان هو وهو بيجري وهو بيعمل ترنات وهو بيبقى عنده بيشوط بيباصي بتسمع في ركبته، وبالتالي بتبقى اصابه مزعجه جدا جدا للاعبي كره القدم، فلازم يتعامل معاها بحذر ولازم يتعامل معاها بشكل محترف جدا جدا جدا. وده اللي حصل مع باسم، ان هو اتعامل مع الاصابه بشكل هادي جدا وصبر على نفسه لحد ما يتم استشفائه او يتم شفاه من الاصابه، بعد كده تم عمليات الاستشفاء بالتدريبات التاهيليه، بعد كده طبعا تدريبات بدنيه قويه جدا علشان يقدر ان هو يعود من جديد الى صفوف النادي الاهلي لخوض المباريات، وبالتالي هو ما سافرش مع الفريق، وبالتالي هيتمرن هو كمان مع حسين عبد الدايم عن التدريبات مع الغائبين عن رحله بوتسوانا. وطبعا باسم ايضا من الركائز المهمه جدا والمهمه جدا للنادي الاهلي، ان هو متالق دايما مع النادي الاهلي، وسواء هو موجود او مش موجود دايما يعني مش بنحس بوجوده، لما بيكون موجود بيقدم مستوى هايل جدا وعلى اعلى مستوى، ولما مش بيكون موجود بيحاول ان هو دايما يكون باك اب او سبورت او يعني خطه بديله للمدير الفني لو تم الاستعانه بيه في اي وقت، دايما بينزل وبيعمل الفارق اللي مطلوب منه. لسه مكملين طبعا مع اخبار النادي الاهلي والفريق الاول، والكاف يطلب استكمال للملف الطبي للاعبي الاهلي. طبعا زي ما احنا عارفين ان دايما الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم طلب من الدكتور خالد محمود دكتور الفريق الاول وهو المسؤول عن الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم نادي الاهلي، انه يستكمل الملف الطبي للاعبي الاهلي الجدد والمقيدين الجدد بالقائمه الافريقيه، تمهيدا انه يتم ارسال الملف الخاص باللعيبه الجداد واللي متأيدين جداد في القائمه الافريقيه الى الاتحاد الافريقي لكره القدم. لكن زي ما احنا عارفين ان بيتم تحديث بعض الملفات والبيانات اللي بتكون موجوده، زي ما قلت لحضراتكم في بعض الصفقات وبعض اللعيبه اللي ما كانتش موجوده قبل كده او ما كانش ليها ملف طبي قبل كده في بطوله افريقيا، بالتالي النادي الاهلي والدكتور خالد محمود بيسعى جاهدا انه يكون
على قدر تواصل مع الكاف، ودايما بيكون في ملفات طبيه اول باول للاعبي كره القدم والمشاركين في بطولات افريقيا. وده طبعا يعني اكيد نظام مهم جدا ومحترم ويحترم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو في الأول وفي الآخر خاص بسلامة اللاعبين المتواجدين في قائمة النادي الأهلي. وخبر يعني كلنا تفاجئنا به النهاردة، أن بعد ما تم تعيين كابتن ضياء السيد مديرا فنيا لفريق نجوم المستقبل الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية، أنه بيتم الاستعانة وتعيين الكابتن عماد النحاس مديرا فنيا لنجوم المستقبل. وقلنا أو تداول بعض الاخبار ان الكابتن ضياء السيد عنده بعض العروض وعلشان كده هو استقال. الكلام ده كابتن ضياء السيد نفاه على الحساب الشخصي ليه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال ان تم اختلاف في وجهات النظر الفنيه، وبالتالي انا يعني اعتذرت عن استكمال مهمتي مع فريق نجوم المستقبل بالتراضي بدون دخول في أي مشاكل أو أي تفاصيل خاصة بالأمور المادية، وبالتالي تم الاعتماد على الكابتن عماد النحاس، وأكيد طبعا أحد المدربين المميزين في عالم كرة القدم. لكن زي ما قلت لحضراتكم إن موضوع كابتن ضياء عنده بعض العروض الخارجية أو الداخلية، الموضوع ده تماما مش صحيح، وإن كابتن ضياء بنفسه كتب على تويتر إنه الموضوع كان فيه عدم اتفاق من الناحية الفنية. الله أعلم إيه اللي ممكن يكون حصل، لكن يعني زي ما احنا عارفين أن كابتن ضياء بيحب أنه يشتغل، يعني دايما أولاد النادي الأهلي بيكون ليهم سيستم ونظام محدد، ممكن يكون في يعني بعض التداخل في الآراء. وبالتالي كل التوفيق لفريق نجوم المستقبل مع كابتن عماد النحاس، وأيضا للكابتن ضياء سيد في المهمة القادمة. ونروح لخبر مهم جدا جدا جدا، اكيد يعني شرف مصر كلها، شرف النادي الاهلي، هو مصطفى عسل بطل العالم للسكواش بالناشئين. مصطفى فاز في البطوله العالميه اللي كانت مقامه في الهند على المصري ايضا مروان طارق لاعب وادي دجله بنتيجه 3-0. البطوله كانت للناشئين تحت 19 سنه، واكيد طبعا شرف لمصر كلها وشرف للنادي الاهلي. وطبعا الصورة قدام حضراتكم، مصطفى هو اللي لابس كحلي، وبالتالي مروان طارق هو اللي لابس تيشيرت رمادي، اكيد الاثنين من ولاد مصر، اكيد شيء مشرف جدا. لكن مصطفى بالتحديد هو لاعب النادي الاهلي، وطبعا يعني اكيد اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على مصطفى كابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش بالنادي الاهلي اللي معانا حاليا على التليفون علشان نبارك له ونهنيه. كابتن ناصر الو، مساء الخير اولا، ومتشكرين على المقدمه الجميله ديت يعني، والف مبروك علينا وعلى مصر كلها وعلى النادي الاهلي بصفه خاصه يعني. طبعا كابتن ناصر حضرتك بتكلمنا حاليا من الهند، الف مبروك لمصطفى فوزه بلقب البطوله، والف مبروك للنادي الاهلي، واكيد يا كابتن انجاز جديد بيضاف الى النادي الاهلي والى مصر. مصطفى اكيد ادى اداء مشرف جدا، لكن عايز اعرف من حضرتك بقى الاجواء اللي موجوده في الهند والبطوله بشكل عام، وازاي مصطفى حضرتك قدرت تاهله ليه انه يفوز ببطوله عالميه، وكمان في المباراه النهائيه بسم الله فاز بثلاث اشواط مقابل لا شيء. طبعا عايز اقول ان احنا مع مصطفى بقالنا حوالي سنتين دلوقتي بنجهزه لليوم دوت. مصطفى عامل شغل جامد جدا 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 معانا. طبعا عايز اقول لرئيس واعضاء مجلس الاداره النادي الاهلي، انا متشكر جدا ان هم كانوا ليهم دعم كبير جدا اللي وصل ليه مصطفى والنشاط الرياضي. طبعا عايز اقول لمصطفى الحمد لله، يمكن دي اول بطوله تعانى تخش النادي الاهلي في ليفل الناشئين، ده انجاز اضافي للنادي الاهلي بخلاف الانجازات النادي الاهلي عملها في جميع الالعاب الرياضيه. طبعا الحمد لله يبقى احنا عملنا انجاز كبير للنادي الاهلي باضافه لانجازاته الكبيره. عايز اقول طبعا ان الانجاز الاكبر كمان انت تتصور ان مصطفى عسل يكسب البطوله ويلعب 6 ماتشات فيها، يكسب جميع مباريات و3-0 دون ان يخسر شوط واحد في هذه المباريات، ده انجاز برضه للنادي الاهلي ما حصلتش في البطوله، ان لاعب يكسب بطوله عالم ويكسب جميع المباريات 3-0، ده انجاز كبير للاعب مصطفى عسل. طبعا يعني احنا طبعا عايز اشكر الجهاز الفني اللي هم اشتغلوا معايا، طبعا كابتن محمود عبد القادر وكابتن اسلام على المجهود الكبير او اللي عملوه معانا. عايز اشكر والده ووالدته ان هم وقفوا معانا وكانوا مساندين لينا بصوره كبيره جدا. طبعا يعني عايز اشكر قناه الاهلي استضافته كم مره وحطتش في الوضع الصح في الناحيه الاعلاميه. اشكر جميع الناس اللي ساندونا، اولياء الامور، اللعيبه، اللاعبين نفسهم بتوع النادي الاهلي،
يعني كان الصراحة منظومة عالية جدا، منظومة كبيرة جدا يعني الحمد لله. كابتن ناصر، يعني الإنجاز ده بيمثل إيه لحضرتك ولإدارة النادي الأهلي؟ طبعا إنجاز مهم جدا جدا، لكن هل هو بيمثل طبعا شيء كبير وشرف كبير جدا بما ان مصطفى فاز ببطوله عالم زي حضرتك ما قلت بيه، فاز بكل المباريات، فوز كاسح، فتمثيله لحضرتك بيكون ايه وللاداره اكيد ولاسره السكواش؟ طبعا انا عايز اقول الانجاز ده طبعا يعني بالنسبه لي انا ده طبعا من اكثر المواقف اللي عشتها في حياتي ديت. يمكن انا شغلت في الكويت منتخب مدرب منتخب الكويت، عشت اللحظه ديت لما في لاعب اسمه عبد الله النبي كنت بالبطوله الذهبيه في بطوله الاولمبيات المصغره في الصين، ده كان انجاز بالنسبه ليا برضه. ده نعم مصطفى بيكرر نفس الانجاز، لكن ده بقى لاعب من بلدي ومن مصر ومن النادي بتاعي اللي كنت اتربيت فيه وخلقت منه، فطبعا دي حاجه انا بفتخر بيها. الحمد لله الحمد لله انا جاي بقى للنادي الاهلي بقى لي سنتين دلوقتي، دي جزار عمال اجيب بزياده دوت، مش مني انا، ده من الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، المنظومه كلها هي واقفه وقفت رجاله زي ما بيقولوا كده. النادي الاهلي علمنا حاجه، احنا فوق الجميع، ومعنى كلمه لازم تدرس ما معنى كلمه الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع بابنائه وليس من منظور اخر كما يقع الارض. احنا ايدينا في بعض ولسه انجازاتنا جايه. النادي الاهلي ما بيقفش عند انجاز واحد بس، لانك النادي الاهلي هيبقى نادي كبير جدا بابنائه في جميع الالعاب ان شاء الله. عايز اشكر كابتن رفعت عبد القادر طبعا، طبعا مدير النشاط الرياضي، طبعا يعني طبعا هو كان ليه فرد جدا جدا. كان احنا لسه مجددين عقدنا مع مصطفى السنه دي لمده 3 سنين الحمد لله. الحمد لله. دوت كان ليه برضه موقف مشرف فينا جدا يعني الحمد لله، بموافقه الكابتن الخطيب وكابتن مجلس الاداره، كان عندهم ثقه وعندهم رؤيه طبعا بعيده المدى ان اللاعب مصطفى عاطف ده هيكون لاعب ليه شان. وعلى فكره كمان انا بوعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، مصطفى رايح الى البطوله الاولمبيه المصغره، اول مره لعب تخش فيها تحت 18 سنه. فهنا وعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ان احنا هنجيب تعقيب تكون اول ميداليه اولمبيه تخش النادي الاهلي على يد الفراش ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ناصر، عايز اعرف الصعوبات اللي واجهت حضرتك واللي واجهت مصطفى في البطوله اللي مقامه في الهند. طبعا ممكن يكون في فرق اجواء وفرق في المناخ ما بين القاهره او حتى اوروبا والهند، ايه الصعوبات اللي قابلت حضرتك ومصطفى في البطوله؟ لا طبعا في شويه صعوبات طبعا، اللي هو من هنا الفرق بين مصر والهند حوالي 3 ساعات ونص. انا بكلمك دلوقتي الساعه 11 بالليل. ثاني حاجه ان الرطوبه هنا شويه عاليه شويه والجو حر جدا. لكن طبعا كل دوت قدرنا نتغلب عليه. وبعدين عندنا صعوبه جدا في الاكل، انت عارف الاكل هنا كله يعني حاجه مولعه يعني مولعه حقيقي جد والله. انا عارف طبعا. فطبعا يعني احنا بنحاول نحافظ على نطاقه على اكله وعلى نظامه وعلى نومه وعلى كل حاجه. طبعا طبعا ومش برضه عشان ما ننساش حق وادي الناس حقهم، مدربين المنتخب المصري الموجودين معاه برضه الكابتن احمد مطعاني، كابتن هيثم رئيس الوفد، كابتن ايهاب حافظ، كل الناس دول، كابتن ناصر عبد المنعم، كل الناس دول كان لهم وضع كبير جدا مع الناس دي. طبعا كابتن، يعني عايز اسال حضرتك على ايضا الخطه المستقبليه لحضرتك في الاسكواش، وهل ان شاء الله هيتم تفريغ بعض اللعيبه اللي يقدروا ينافسوا على بطولات عالميه في الاسكواش غير مصطفى؟ طبعا عندنا لعيبه كتير جدا. احنا عندنا النهارده النادي الاهلي بيعدي خطوات كبيره جدا. احنا من سنتين ثلاثه كنا متاخرين شويه في الاسكواش نظرا طبعا كان عندنا مجمع وكنا بنتمرن بره النادي، كان حاجات كتير موقفه النادي شويه. لكن احنا من ساعه ما المجمع اتعمل النهارده بقى في طفره كبيره جدا في اللاعبين كلها. انت سامع الدوشه اللي حواليها، عاملين يحتفلوا بمصطفى عسل بالفوز بتاعنا الاقوى الهنود، يعني عاملين الروس حواليا وفرحانين جدا بالانجاز اللي عمله مصطفى النهارده. يعني كان ليه جمهور، مصطفى عامل هنا جمهور ليه في منتهى مش عارف اقول لك كميه الجماهير اللي بتشجع مصطفى في الهند. اولا مصطفى روحه طيبه جدا مع الناس، مش مغرور، بيتكلم مع الناس كلها، بيلعب مع الكبير بيلعب مع الصغير، عامل قاعده كبيره ليه وللنادي الاهلي هنا في الهند طبعا. يعني اكيد مصطفى زي ما حضرتك قلت يعني ليه جمهور واكيد كان عامل اداء مشرف، لكن عايز اعرف برضه مصطفى والخطه المستقبليه، هل مصطفى ان شاء الله يعني تفكيره في المرحله المقبله هيبقى عامل ازاي؟ عمل بطوله عالميه بسم الله ما شاء الله، فاز في كل المباريات وادى اداء مشرف، لكن مصطفى نفسه بيفكر في ايه الفتره اللي جايه يا كابتن ناصر؟ هو احنا بنفكر مع بعض مصطفى يعني حاطط ثقه كبيره جدا فيا انا وكابتن محمود وكابتن اسلام عادل، عاملين له خطه يعني ان شاء الله. احنا هو مصطفى بدا يشترك في الاتحاد الدولي ولاعيبه الاتحاد الدولي، كان ترتيبه بدا حوالي 500، النهارده وصل ترتيبه في 3 بطولات لعبهم في 3 بطولات،
وواحده وصل دور الثمانيه، وصل ترتيبه 72 دلوقتي. ده انجاز او جوش جامب عمله في خلال شهرين، لاعب يبدا ولاعب ما يعمل انجاز، يلعب اربع بطولات يكسب ثلاثه منهم وهو لسه 17 سنه في الرجال. فيعني لا انا بقول لك المستقبل ثاني، هنقول لك يعني بقى زي ما في رامي عاشور ومحمد الشربات طبعا وكريم ثاني عبد الجواد، هيبقى عندنا مصطفى عزق بطل عالم قادم، وده وعد مني للناس كلها، سنه او سنتين مصطفى هيكون في التوب 8 ان شاء الله بالنسبه للعيبه الكبار ان شاء الله. كابتن ناصر بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ترجع بالسلامه حضرتك ومصطفى الى ارض الوطن. كان معايا على التليفون كابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش بالنادي الاهلي، وتاني بنبارك لمصطفى عسل لاعب النادي الاهلي حصوله على بطوله العالم للاسكواش تحت 19 سنه في الهند، طبعا خبر مهم جدا جدا، وان شاء الله مصطفى يكون واحد من اللعيبه الدوليين العالميين اللي ان شاء الله يقدروا ان هم يكونوا موجودين في بطولات العالم زي ما كابتن ناصر اتكلم وقال، ويعمل انجاز يشرف به مصر والنادي الاهلي. ونروح للالعاب الاخرى ومكملين، وبدانا بخبر مصطفى لكن هنكمل مع حضراتكم في كره اليد. واحمد عبد الرحمن لاعب الفريق الاول لكره اليد تصريح على لسانه بيقول ان رجال يد الاهلي قادرون على مواجهات التحديات، طبعا بقياده الكابتن عاصم حماد المدير الفني للفريق الاول لكره اليد. ان شاء الله الفريق الاول يقدر ان هو يقدم موسم رائع جدا. دي بعض التدريبات اللي حضراتكم شايفينها، واحمد كان بجانب تصريحه قال ان الفريق قادر على مواجهه التحديات في الموسم الجديد، خاصه بعد تغيير نظام مسابقه الدوري وفتره الاعداد اللي بياخدها الفريق حاليا، هتكون ليها دور كبير في الاستمرار بالمنافسه على كل البطولات في الموسم المقبل، وخاصه ان الفريق يشارك في ثلاث بطولات افريقيه، هي البطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري وبطوله الكاس والكؤوس وكاس السوبر الافريقي الى جانب المنافسات المحليه. ان شاء الله دايما النادي الاهلي يكون في المقدمه، وهي دي سمه اي لاعب موجود في النادي الاهلي، كره قدم، كره يد، كره سله، كره طايره، رجال، سيدات، كل ناشئين، كل واحد جوه النادي الاهلي بيسعى ان هو يكون رقم واحد، ودي السمه الطبيعيه اللي موجوده داخل النادي الاهلي. لسه مكملين مع كابتن اسلام علي مدرب العام للفريق الاول لكره السله، و بعد ما تم التعاقد مع لاعب محترف أمريكي داخل صفوف النادي الأهلي. كابتن إسلام قال إن اللاعب المحترف الأمريكي قادر على صنع الفارق مع سلة الأهلي. كابتن إسلام طبعا وكابتن طارق خيري أكيد لهم دور كبير جدا مع اللعيبة اللي موجودة في تتويج اللعيبة بالمستوى اللي حضراتكم شايفينه في الفترة الماضية، وإن شاء الله اللاعب ده يعني يسهم مع النادي الاهلي في مزيد من البطولات المحليه والافريقيه. وزي ما احنا عارفين او بقول لحضراتكم ان كل فريق كره سله ليه لاعب واحد فقط محترف يكون موجود بين صفوفه، والنادي الاهلي شاف ان اللاعب الامريكي كوينتون دوجيت هو ده افضل لاعب يكون موجود في الفتره الحاليه كمحترف ضمن صفوف الفريق. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وللكابتن اسلام علي وللكابتن طارق خيري طبعا المدير الفني للفريق. هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم باقي الاخبار الرياضيه.